وأشاد الرئيس السيسي بنجاح الصومال في رفع الحظر المفروض على البلاد منذ عام 1991 على توريد المعدات والأسلحة. كما أكد الرئيس السيسي أن المباحثات مع نظيره الصومالي كانت بناءة جدا. وأنا متأكد أن بقيادتكم الحكيمة ستتقدم الصومال أكتر وتتطور أكتر وتنجح بشكل يسعدنا. العلاقة بين مصر والصومال كانت دايماً علاقة قوية على مدار التاريخ وعلاقة تاريخية ممتدة، والحقيقة إحنا سعداء بهذه العلاقة. وهنا لازم أقول إن إحنا في حديثنا أو في مباحثاتنا الثنائية مع فخامة الرئيس كانت الحقيقة مباحثات بناءة جداً، وتناقشنا في سبل تطوير العلاقات بين البلدين في المجالات المختلفة، المجالات السياسية والاقتصادية والأمنية والعسكرية.